كلو في عصام سن 29 سنة. وانا تكلمنا على المهنة اللي كدير في الحرفة ديالك. اوكي الحرفة اللي كندير هي الدومين ديال الخبزة والحلويات الفرنسي لابولونجري باتيسري اللي بديت فيها في 2014 من بعد ما خليت لافاك ومشيت لهذا الميدان اللي كان غير بالصدفة ان العم ديالي عنده محل ديال لابولونجري باتيسري بديت تكوين تما زعما غير بطريقه عشوائيه ما كنتش معول كاع انني غنكون شاف باتيسري واحد النهار لقيت باللي الميول ديالي اكثر هي كاين في لابولونجري باتيسري اكثر ما كاين في دومين اخر اللي كنت باغي ندير في لافاك. من بعد كملت ديك الساعه سنه ديال العمل بطريقه زعما عاديه بلا ديبلوم لا والو ابخي قررت انني ناخذ تكوين في هذا الميدان خديت تكوين بيان سور المده ديال سنتين خديت ديبلوم ومن ثم بقيت خدام يعني لا كارير ديالي كنبنيه زعما خدمه مورا خدمه خدمه مورا خدمه حتى كتولي في ان سيغتان نيفو اللي كاع لي بوست ديال لاباتيسري كتكون تاتميتريزيهم يعني متمكن منهم هنا كتقد تقول على راسك شاف وكتبدا تاخذ ديزافونتي اخرين. وي شنو هي الصعوبات اللي لقيتي في هذا الدومين تحديدا؟ الصعوبات كاينين بصراحه كاينين بزاف من ناحيه البلايص اللي كنخدموا فيهم مثلا لي كونديسيون ديال الخدمه مثلا كتلقى بزاف الناس في هذا السيكتور عندنا اللي ما كديكلاريوش الناس اللي خدامين معاهم لا سي ان اس اس لا ميتيان لا حتى شي حاجه يعني كتخدم بطريقه عشوائيه اللي كثر من هذا هو المخاطر اللي كاينين في الخدمه انا بزاف لي لابو في المغرب اللي فيهم الريسك بزاف على لومبلويور اللي كيخدم الريسك اللي يقدر يتهرس يقدر يتجرح يقدر حتى يتوفى والناس اللي كيديروا زعما المراقبه ما عرفتش واش كيديروا خدمتهم ولا لا مي فريمون زعما باقي الريسك بزاف عندنا في الدومين ديال لابولونجي باتيسري. انت كشاب يعني كيفاش كتشوف المستوى ديال لي شاف باتيسي في المغرب؟ داكور ملي سولتيني هذا السؤال نجاوبك وانا كنت في كريماي اللي هي تيديروا فيها لي كونكور ناسيونال و انترناسيونال ديال لابولونجي باتيسري وكان كونكور ناسيونال ديال لاباتيسري بصراحه النيفو اللي شفنا في لي بياس ارتستيك وحتى في لي بياس شوكولا النيفو اللي ما كانش العام اللي قبله ولا العام اللي قبل منه اول مره كنشوف هذا النيفو في المغرب يعني نيفو اللي ديفلوبا نقول لك 7 سنين 8 سنين في ظرف ديال عام. وشنو هو السر؟ السر هو المثابره والاجتهاد ديال اللي شاف فقط. شنو كتقول للشباب اللي باغين يولجوا هذا الدومين؟ داكور ما كنصح شي واحد ما مهتمش انه يجي لهذا الدومين الناس اللي مهتمين مرحبا بهم الدومين غيعطيهم بزاف من الناس اللي ما مهتمين زعما خاص يديروا شي حاجه اخرى حيت الدومين ديالنا صعيب ماشي اي واحد يقدر يكمل فيه الا الناس اللي هما عاجبهم الدومين وباش يعجبك الدومين خاصك تجرب تاخذ الخطوه الاولى وتجرب وتقلب وابخي غتشوف انت واش هذاك الميتي ولا ديك الحرفه واش عاجبك ولا ما عاجبكش مي كاع الناس اللي كتعجبهم زعما الحرفه وكيشوفوا راسهم بلي مرتاحين وما خدامين وما كيبغيوش يكملوا يمشيو في حالهم كنظن بلي هاد الناس راه هذا هو الميتي ديالهم. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ايام 24 عيونكم التي لا تنام.